يعني انا سعيد بوجود الدكتوره رانيا مشاط النهارده هنا، واحنا يمكن النهارده جايبينها بناخد جوله في مدينه العالمين. كنت لسه بتكلم معاها ازاي ان المهرجان سنه عن التانيه بيبقى فيه تطور عن السنه اللي قبليها. السنه الجايه كمان بنطمح انه ان شاء الله يبقى معانا انترناشونال ستارز او ستارز من كبار من بره. يمكن كنا برضو بنتكلم عن التعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الشركة المتحدة في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله آفاق التعاون والتكامل. أنا دايما حابب أقول إن إحنا شغلتنا إن إحنا نتكامل مع الوزارات، شغلتنا إن إحنا الحاجات الكويسة اللي في البلد نغطيها ونغطيها بشكل كويس ونساعد على انتشارها. بشكر الدكتورة رانيا مشاط وميرسي جدا على حضورك. مساء الخير، برحب بحضراتكم. انا خلود الرفاعي من رئيس القناه دي ام سي. الحقيقه هو سؤال مركب. شايفين تكاتف كبير جدا بين جهات الدوله المعنيه، وخصوصا التعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والجهات جهات الدوله المعنيه. في سياق او في هذا السياق، استراتيجية الوزارة في زيادة استثمارات الطاقة النظيفة المتجددة، خصوصا ان مدينة العالمين الجديدة في طريقها لتتخطى وتتفوق مدن الجيل الرابع. بشكرك جدا على السؤال ده. يمكن لو انا عايزه، لو حد بيسال بصفه عامه، هي الحكومه بتركز على ايه هي اهم السياسات، يعني او ايه الخطط الوطنيه مبنيه على ايه. في ثلاث حاجات عايزه الكل يبقى عارفها. اول حاجه ان الاقتصاد يبقى شامل. اما بنقول اقتصاد شامل معناه ايه؟ معناه انه كل الفئات ممثله. فاما بنفكر في النمو الاقتصادي، اما بنفكر في مشاريع، لازم يبقى الشباب ممثلين، لازم المراه تبقى ممثله. فدي نقطه هامه جدا، كلمه الانكلوسيف جروث او النمو الشامل. الجزء الثاني اللي مهم جدا، القطاع الخاص يبقى ممثل وموجود وفاعل وله دور. والجزء الثالث اللي انت بقى بتركزي عليه وهو التحول الاخضر، حكاية انه يبقى دايما الاقتصاد. والنهاردة ما نقدرش نعمل اي مشروع قطاع عام او قطاع خاص الا وفي معايير بيئية ومناخية خضراء. ما نقدرش النهاردة اي شركة صغيرة او كبيرة يبقى ليها تمويلات من الخارج او من البنوك الا اذا كان فيها الجزء اللي خاص بالاستدامة او التحول الاخضر. فانت حطيتي ايدك على حاجه مهمه جدا، التحول الاخضر او الاقتصاد الاخضر من خلال الطاقه الجديده والمتجدده، من خلال تدوير او الاستخدام الموارد الطبيعيه بشكل امثل. دي كلها الحقيقه اولويات مهمه موجوده في الاستراتيجيات والخطط الوطنيه، ودي اللي من خلالها بنقدر. لو هتكلم على الجزء الاخر من الوزاره هو التعاون الدولي، نبقى مقنعين لشركائنا سواء كانت مؤسسات او دول. لو ما نبص على مشروعات كتيره جدا عندنا، حاجه زي الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر في شراكات مهمه مع دول كبيره، الاتحاد الاوروبي، كان لسه عندنا مؤتمر الاتحاد الاوروبي في نهايه شهر يونيو. دي القطاعات اللي بنقدر من خلالها نجتذب استثمارات للقطاع الخاص والقطاع الاجنبي، ولكن في نفس الوقت بيبقى ليها بعد محلي مهم جدا من خلال المهارات والتدريب وايضا فرص العمل والتصدير، وزي ما قلت قبل كده الركيزه الاخرى وهي التنميه الصناعيه اللي كلنا شغالين كدوله وباجهزتها بانه يبقى ده المحور او الاهداف الرئيسيه للدوله الفتره الجايه. مساء الخير على حضراتكم، برحب حضرتك طبعا معالي الوزيرة. أنا محمود جميل من القناة الأولى. يمكن سؤالي، إحنا شايفين قد إيه مهرجان العالمين بيسلط الضوء على الإنجاز والمشروعات المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. حابين نتعرف من حضرتك أكتر عن الخطط الاستثمارية اللي من شأنها هتزيد من الفرص الاستثمارية والاستثمارات في مدينة العالمين الجديدة، والأثر الإيجابي اللي هيعود من مهرجان العالمين الجديدة على زيادة الاستثمار في مدينة العالمين. سؤالي للأستاذ عمرو الفقي عن أهمية حرص حضراتكم على التعاون مع وزارة التخطيط والمشروعات أو الخطط اللي ممكن نشوفها مستقبلا لزيادة الاستثمار أيضا في مدينة العالمين الجديدة. شكرا لحضراتكم. أنا بس عايزة يمكن في البداية أتكلم على يعني
قطاع السياحة وهربطه باللي حضرتك سألت فيه. لما نبص على في حاجة دايما اسمها مضاعف التشغيل، كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة بتولد قصادها 4 فرص عمل غير مباشرة. وبالتالي لما بص على مدينة زي مدينة العالمين تعتبر زي ما احنا شايفين، غير انها الهدف انها تبقى مدينة طول العام، هي مدينة سياحية بتفوق فيها أنشطة مختلفة. موضوع المهرجانات السنوية أيضا بتخلق رواج، بتخلق معرفة بديستنيشن جديدة. وزي ما احنا عارفين في العالم كله السياحة مبنية على فكرة المقاصد والميزة اللي بتخلي مقصد مختلف عن الآخر. فأعتقد أنه اللي حصل في السنوات الماضية البسيطة جدا قدر يخلق يعني عايز أقول مكان متميز جدا للعالمين في وسط مدن كتيرة. ده لوحده فرصة استثمارية كبيرة جدا. أنا عايز أقول لك إحنا لما بنسافر دايما بنلاقي أنه كتير جدا بيسألونا إحنا نفسنا نروح للعالمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي، أنتوا عندكم كذا. فأعتقد أنه اللي حصل من خلال الترويج لهذه المدينة بيخلق فرص مهمة جدا، زي ما شفنا أكتر من جامعة دولية موجودة. فده معناها أنه التعليم، الترفيه، السياحة، فكلها الحقيقة أنشطة مهمة، ولكنها في الآخر بترجع لفكرة التنمية الاقتصادية. لأن أنت في التنمية الاقتصادية محتاج العنصر البشري، محتاج الاستثمار، محتاج أن أنت تقدر تصدر. وعايز أقول لك أنه اللي بيحصل هنا بيعتبر أيضا نوع من أنواع التصدير، لأن أنت بتصدر منتج مهم جدا، وبتعتبر في ميزان المدفوعات أيضا صادر أو يعني جزء تصديري مهم جدا جدا. مش عارف بقى أستاذ عمرو اللي قدر. يمكن بالنسبة للحتة بتاعت التعاون ما بين الوزارة وما بين الشركة المتحدة، يمكن احنا كنا لسه بنقول انه في مبادرة من شباب بلدنا من الوزارة هيكون بالتعاون مع الشركة المتحدة. الحاجة التانية انا عايز اقولها انه المدن الساحلية والمدن السياحية الانترتينمنت جزء كبير جدا من الاقبال عليها. لو ما فيش وسائل ترفيه، لو ما فيش فاسيليتيز موجودة للناس عشان ييجوا ويخرجوا ويتفسحوا، طبعا بيبقى الوضع مختلف. واحنا يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت قدرنا نجذب اخواننا العرب من الدول العربية. السنة الجاية ان شاء الله هنحاول اكتر مع الناس في اوروبا وامريكا ان هم يبقوا موجودين عن طريق وجود انترناشنال ستارز في التورز بتاعتهم، في تبقى العالمين جزء منها ان شاء الله. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. يعني النهارده كان في لقاء مع وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، هل سيكون هناك استثمارات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة؟ شكرا لحضرتك. بشكرك. طبعا يعني ده يمكن كانت زيارة مهمة، وكان في مقابلات مع اكتر من وزير، وطبعا مع دولة رئيس الوزراء النهارده والوفد السعودي. يمكن المملكة العربية السعودية من البلدان اللي ليها استثمارات كبيرة في مصر، وكان الحديث النهاردة عن اتفاقية ما بين مصر والمملكة في التجارة ما بين البلدين. فدي نقطة مهمة، وده من وأيضا يعني اتفاقية استثمارية، فده هيزود الاستثمارات السعودية في مصر. وكان في زي ما شفته في او تابعته من الاجتماع مع رئيس الوزراء، كان في كلام ايضا على فكره مبادله بعض القروض الخاصه بالمملكه باستثمارات. فدي برضو اعتقد انها خطوه ايجابيه كبيره جدا. النهارده في برنامج الحكومه بتوجيهات فخامة الرئيس وبالتنسيق ما بين الوزارات المختلفة، موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، موضوع اللي احنا يعني ان القطاع الخاص يبقى له دور أكبر في الاقتصاد. أعتقد دي أكبر أولوية لينا كلنا، وبنشتغل بشكل متناغم جدا.
جدا، سواء كانت السياسة المالية، السياسة النقدية، الإصلاحات المختلفة اللي بنعملها لإتاحة الفرصة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص. أعتقد أنه زيارة النهاردة كانت زيارة مهمة، زيارة جاية مع بداية الحكومة الجديدة بهذا التوجه الجديد، وبإذن الله يبقى ليها نتائج إيجابية في القريب العاجل. محمد زهران، قناة سي بي سي. يمكن فترة وجيزة تحولت مدينة العالمين من مدينة الغام إلى مدينة أحلام، فترة وجيزة جدا، متكلم على أقل من 6 سنوات. عايز أعرف دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص هذه الألغام، وكيف يمكن الترويج لهذه المدينة من خلال الزيارات المتعددة لكبار المسؤولين. شفنا من يومين زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف يمكن استغلال هذه الفرص للتسويق بشكل دولي لمدينة العالمين؟ بشكرك على السؤال ده، وفعلا المدينة دي كان فيها يعني زي ما قلت من الحرب العالمية الثانية ألغام. احنا كوزارة تعاون دولي، بقى هتكلم الجزء قبل الدمج، شراكات مهمة جدا مع وكالات ومؤسسات دولية كبيرة لمساندة مصر او التكامل مع مصر في يعني الانتهاء من وجود الألغام في المنطقة. وفي جزء تاني انه ضحايا الألغام اللي هم موجودين في بعض الأماكن في مطروح، في حاجة مهمة ليها علاقة بال الأجهزة التعويضية، علشان طبعا في بعض المتأثرين من الألغام عبر سنوات عديدة. ويمكن فخامة الرئيس برضو مركز في الفترة دي على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية، وده مش هيخدم بس جمهورية مصر العربية، ولكن هيخدم يعني أماكن أو دول حوالينا متأثرة بأثار الحروب والكلام ده كله. فأعتقد المثل اللي موجود في مصر مثل مهم، نمرة واحد إنه قدرت تزيل ألغام وتضع مكانها زي ما احنا شايفين هنا حوالينا مكان مؤهل للاستثمار، مكان مؤهل للأنشطة المختلفة، مكان مؤهل إنه يبقى مدينة للعام كله، مش بس مدينة وقت الصيف. ده مثل مهم جدا. الجزء الثاني انه ازاي التحدي ده اصبح فرصة مش بس لخدمة الاهالي في مطروح، ولكن ايضا في الاماكن. وهنا عايزة اذكر طبعا القوات المسلحة، لان في مركز العجوز للاطراف الصناعية ده بيلعب دور هام جدا وساعدنا بشكل كبير ايضا في المحافظة. اما سؤالك التاني عن الترويج للمنطقة، كلنا عارفين ان النهاردة وسائل الترويج مختلفة جدا عن كذا سنة فاتت. النهاردة بقى السوشيال ميديا والصورة اللي بتتاخد ازاي بتلف في كل مكان. فطبعا زيارة المسؤولين الكبار هنا بتدي نوع من انواع المصداقية للمكان، بتدي ايضا بعدين تكرار الزيارات، يعني مش هي زيارة واحدة ويعني الاجتماع، ولكن هي تكرار الزيارات. احنا شفنا ده سنين كتيرة، شهور كتيرة، يعني مسؤولين مختلفين، بلاد مختلفة، كل ده بيشجع في خلق الصورة الذهنية الإيجابية مش بس للمنطقة ولكن للبلد بشكل عام. وأعتقد هو ده يعني الفايدة المباشرة وغير المباشرة من وجود مش بس الزيارات ولكن مهرجان العالمين. احنا عارفين انه فكرة الترفيه بتلعب دور كبير جدا جدا برضو في خلق الصورة الذهنية، الاستقرار، الامن، قدرة الكل ان هو يبقى موجود في مكان واحد بشكل فيه تلقائية واريحية. فاعتقد ان كل ده يعني حاصل بالفعل، مش بس خطط ورؤى ولكن اتنفذ بالفعل. فده برضو امر ايجابي ومهم جدا في الفترة دي. خالد رزق من قناة اون تايم سبورتس، عم برحب بيكم. يعني الواحد فخور ان هو بيشوف مدينة العالمين الجديدة، كمصري بالتأكيد بفتخر بهذا الشأن. ولكن سؤالي هنا، طبعا هناك مبادرات عديدة مع الوزارات المختلفة، فهل هناك تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ليكون في مستقبل رياضي مهم جدا في العالمين الجديدة، خاصة ان الرياضة من الاشياء اللي بتجذب السياحة بصورة كبيرة جدا وبيكون في تواجد ليها قوي جدا؟ شكرا. يعني عايز اقول حاجتين، ويمكن برضو لكل اللي بيسمعونا، خطة الدولة فيها انفاق
استثماري، انفاق استثماري ده بيروح فين؟ وعايزه اقسمه ثلاث حاجات عشان كله يبقى فاكر، احنا بنصرف 42% من انفاقنا على التنميه البشريه، والرياضه موجوده في التنميه البشريه. ففكره انه في المحافظات يبقى في اماكن للشباب، فكره انه مبادرات مختلفه، فكره النوادي، فكره الاستادات، كل ده في جزء من مخصص من الانفاق الاستثماري للدوله رايح للجزء ده. ففي 42% من الانفاق رايح للتنميه البشريه، داخل فيها الرياضه، عندنا 37% للتنميه الصناعيه، وعندنا 21% للمحافظات، والمحافظات برضو داخل فيها بشكل اساسي التركيز على الشباب بما فيها الرياضه. فبالعكس بتعتبر اولويه. احنا من خلال شغلنا في وزاره التخطيط والتعاون الدولي عندنا تعاون وثيق جدا مع وزاره الشباب والرياضه، ويمكن المبادره اللي اتكلمنا عليها من شويه مبادره شباب بلد دي كانت تحت رعايه او هي ما زالت تحت رعايه فخامه الرئيس. وفي الفتره الجايه هيبقى في تركيز كبير جدا انه ايه هي العوائد والتدريبات المتاحه للشباب في المحافظات المختلفه، سواء كان فيها تدريب، سواء كان فيها يعني مشاركه في صناعه قرارات معينه في اماكن الخاصه بالشباب، بالنوادي، الكلام ده كله. فباذن الله هتبقى في لينا فرصه في الفتره الجايه نسلط عليها الضوء بشكل كبير. اتفضل يا محمد. احمد غنيم، قناه الحياه. كنا عايزين نتكلم عن الفتره الجايه بالنسبه لاستثمارات الدوله في الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر. يعني احنا كمصر فخورين جدا ان احنا استضفنا مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ سنه 22. ويمكن النهارده الفكره زي ما كنت بتكلم مع خلود، مش كده؟ في انه الطاقه الجديده والمتجدده او فكره التحول الاخضر بقى عنصر اساسي في استراتيجيات اي دوله، وفي علاقه اي دوله بمستثمر او اي دوله مع دوله اخرى. احنا عندنا مستهدفات وطنيه بتتماشى مع الاعراف الدوليه. سنه 2030 مفروض 42% من الطاقة المستخدمة تبقى طاقة جديدة ومتجددة. ده معناها أنه محتاجين استثمارات في الطاقة الجديدة، سواء كانت طاقة رياح، طاقة شمسية. وطبعا الطاقة الجديدة والمتجددة هي اللي بتخلق الفرصة للهيدروجين الأخضر. ويمكن زي ما قلت عندنا أكتر من مشروع في الهيدروجين الأخضر، وده بيحصل من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال صندوق مصر السيادي، وأيضا شراكتنا مع دول مختلفة، على آخرها طبعا أو آخرها كان مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار اللي كان في نهاية شهر يونيو هنا في القاهرة. وحضراتكم يعني تابعتوا قد إيه في اهتمام من المستثمرين الأوروبيين دول مختلفة في أنه يبقى فيه الهيدروجين الأخضر أحد القطاعات اللي بتقدر تجتذب منها يعني استثمار. طبعا الدولة في الوقت الحالي في استراتيجية الهيدروجين الأخضر برضو تم إعدادها من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فده الجزء اللي خاص بالتعاون الدولي. فعندنا الخطة الوطنية فيها ده، وبعدين التعاون الدولي بتيجي مع الشراكات أو التكامل مع المؤسسات الدولية. فإن شاء الله يبقى لنا فرصة، لأنه ده يعني مجال كبير جدا جدا جدا، ولكن هي موجودة في خطة الدولة، وكمان موجودة في شراكتنا مع الدول والمؤسسات المختلفة. دكتور، أنا بحضرتك المبادرات الرئاسية يعني الفترة اللي فاتت كبيرة جدا وموجودة في كل مكان على أرض مصر، ويمكن الأهم والأبرز طبعا حياة كريمة. فإسهامات الوزارة، إسهامات الوزارة في المبادرات الرئاسية وفي حياة كريمة برضو كنا حابين حضرتك تكلمينا عنها أكتر، والفترة الجاية إيه اللي ممكن يحصل كمساهمات من الوزارة في المبادرات الرئاسية وطبعا حياة كريمة؟ بشكرك. خليني أتكلم الأول على مبادرة حياة كريمة، وبعدين هتكلم على مبادرات رئاسية أخرى. طبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي يعني تعتبر من المبادرات المتكاملة. يعني إيه مبادرة متكاملة؟ مبادرة فيها عنصر بشري، فيها بنية تحتية، فيها يعني جميع نواحي الحياة الكريمة فعلا. ف
فعندنا الصحة، عندنا التعليم، عندنا التدريب، عندنا التشغيل، عندنا الصرف الصحي، كذا كذا كذا، وبعدين بتوصل لي أو الهدف 4500 قرية. احنا انتهينا من المرحلة الأولى لحياة كريمة ومستمرين في المراحل المقبلة. برضو لو كله اطلع على خطة الدولة، والخطة يعني تم اعتمادها من مجلس النواب وموجودة في برنامج الحكومة اللي برضو تم مناقشته في مجلس النواب من أسبوعين، بنجد ان في انفاق استثماري مرصود في خطة الدولة 150 مليار جنيه لحياة كريمة للمرحلة الثانية. دي موجودة في قرى معروفة محددة. الجزء الثاني اللي مهم جدا ان في متابعة لما تم في حياة كريمة، وهنا عايزة يعني كل الموجودين يطلعوا على الموقع الإلكتروني للوزارة، لأن الخطة فيها متابعة لمشروعات حياة كريمة. فده الجزء اللي هو خاص بالمبادرة. وحاجة تانية مهمة جدا لما بنتكلم على التعاون الدولي برضو مع مؤسسات مختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالوكالاتها المختلفة، بنجد انه كتير جدا من البرامج والمشروعات اللي احنا صغناها معاهم موجودة في قرى حياة كريمة. فدي برضو نقطة في غاية الأهمية. ويمكن من سنة ونص في منصة الأمم المتحدة حياة كريمة أخذ يعني أحد المشروعات الهامة جدا دوليا في فكرة التنمية، يعني التنمية الاقتصادية اللي بنسميها integrated أو متكاملة، للسبب اللي أنا اتكلمت عليه. في مبادرات رئاسية أخرى زي مبادرة يعني مصر خالية من فيروس سي، ودي برضو كانت يعني مبادرة في غاية الأهمية. وفعلا النهاردة لما بنقول إن فيروس سي مش موجود في مصر، كتير بشوفنا إنه منظمة الصحة العالمية واخدة ده نموذج برضو لتعميمه في أفريقيا. فدي كانت مبادرة رئاسية في غاية الأهمية. عندنا 100 مليون صحة. عندنا أيضا المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة، وده وزارة التخطيط يعني بتنسق فيها مع وزارات أخرى، ويمكن مع المتحدة عندنا أيضا تعاون في موضوع تنمية الأسرة. وهنا تنمية الأسرة لأنها مش بس بنبص على النمو السكاني، ولكن بنبص على الخصائص السكانية. فدي برضو ليها بعد، ويمكن يبقى لينا مجال نتكلم على ده بالتفصيل إن شاء الله. مرسي. احنا بس النهاردة هنبتدي الموسم المسرحي بتاعنا. احنا من الحاجات الجديدة اللي عملناها السنة دي ان احنا عاملين كذا مسرحية السنة دي في شهر اغسطس، وانا بدعو معالي الوزيرة انها تنضم لينا النهاردة نتفرج على مسرحية الشهرة. وان شاء الله كمان في ميت دعوة لحضراتكم ان انتوا تحضروا معانا ان شاء الله المسرحية. شكرا جزيلا. الحرة والاستثمار الحرة هم اللي كانوا بيعرضوا قدام سيادة الرئيس. حضرتك للانتخابات كلها تمام، الاولمبي والبرلمان. انا شفت ما هو عرضوا قدام سيادة الرئيس في المنطقة الاستثمارية، المنطقة الحرة. حضرتك في منتجات كمان حريمي تمام، يعني يا ريت حضرتك تاخدي فكرة عن
كله يا فندم من دلوقتي. كله كل المنتج ده هدي وصحابتي لا بص يا حبيبتي يعني برضو في لمسه شياكه برضو ليه يا حضرتك ب 1300 طبعا لما تقيسيها مع المنتج الاجنبي هتجدي فرق كبير ربع سعر ربع سعر يعني احنا عايزين لحضرتك نديك هديه بسيطه شوف لحضرتك اختيار هاتك انا هاجي مره بقى اختار طب لا حضرتك بصي بص بس على البص بصي حضرتك برضو دي صور حضرتك اللي هي فايبر في منها ثلاث اسامي وحضرتك الشنط يعني شنطه ب 450 جنيه بص حضرتك الكواليتي بتاعها عامل ازاي بص الكواليتي حضرتك بص معاكي الشنط برضو بتاعت الولاد بتاعت المدارس حضرتك في كذا في كذا نوعيه وكذا برضه هنا جايبين حاجات برضه للمصايف ثلاث ايام ثلاث ايام بعدين لو شلنا ده معليك وفي سايز صغير يمكن 35 الاسعار والشنط اللي هي بتاعت الشباب بس البرلين دي عشان بتزود اللي هو في المعرض بتاع الرياض اللي هو ولا مترا؟ لا يا فندم مترا هو شريك معانا في هنا لكن احنا يا فندم بنعمل المعرض بتاع الرياضه وحضرتك وزاره التعاون الدولي هتفيدنا جدا في المعرض الرياضي ده تحت رعايه فخامه الرئيس تمام وبعدين المتحده يا فندم هي الاساس في الموضوع يعني خلاص يبقى احنا مع المتحده يعني استاذنك نبعت جواب لا لا خلاص يعني حضرتك بس يعني تمام تدفعينا لقدام يعني ان شاء الله باذن الله انا عارف ان حضرتك يعني انسانه نشيطه وربنا يبارك لك يعني الله يخليك ربنا يخليك شكرا جزيلا ان شاء الله أقدم لكم أنا عامل برنامج متنوع يعني ما بين بين ونحن مهمتنا الحفاظ على التراث والموسيقى المصرية والفلكلورية المصرية عشان نعلم شبابنا وولادنا إن إحنا نبقى لينا هوية ثقافية نغزو بها العالم كله دي يعني ده يعني دي مسؤولية وزارة الثقافة والهيئة العامة وكل أعتقد كل الوزارات لن أطيل الحديث أقدم لحضراتكم
أما براوة وسوليست نور هيثم. حبايب يا
بعد العداوة وأقول يا ليلي عيني أما براوة براوة أما براوة براوة أما براوة نور حبيبي طراوة آخر طراوة أما براوة براوة أما براوة على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والسوليست كريم. سيبنا البلاد كلها وعشنا وحدينا وكرهنا نفسها وأهلها يتحكموا فينا سيبنا البلاد كلها وعشنا وحدينا وكرهنا نفسها وأهلها يتحكموا فينا لا في عوازل عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا لا في عواد عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا والشوق معنا سوا احنا وحبايبنا بحر الغرام ميته أحلى من السكر وللهوى غيته لو دقها راح يسكر بحر الغرام ميته أحلى من السكر وللهوى
أذكر لا في عوادل عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا لا في عوادل عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا في التسعينات جميلة جدا اسمها حنان بتغني أغنية بتقول الشمس الجريئة. حد عارفها من الشباب اللي قاعد؟ طب ايه رأيكم تسمعوها وتشجعوا اللي هيغنيها؟ نورهان غالب. I'm not afraid.
صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا زمان صورنا صورنا يا زمان يا زمان صورنا من الفلكلور السكندري القديم جدا، وهيقدمها لكم أصغر مطرب في فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية آدم. Thank you.
تترات المسلسلات اللي احنا يعني اللي احنا سمعناها وبنحبوها واتفرجنا عليها، لان طبعا التترات الموسيقيه للمسلسلات هي بتبقى قريبه قوي لقلوبنا. يا رب يعجبكم تترات مسلسلات فرقه الانفوشي. Mm-hmm.
عشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة كيف السلم ملوش في الهل ملوش في اللب